هنعمل ايه دلوقتي لو صدفه لغت التوكيل؟ المفروض ما كنتش ترد عليها يا استاذ مصطفى، ما كنت تسيبها متشعلقه. هسيبها متشعلقه ازاي بس يا طارق بيه؟ ما ممكن تقف قدام المحكمه وتبوظ لنا القضيه. يا اخي انت برضه تصرفاتك غريبه، قلت لك خلي اعلان القضيه يروح على مكتبك، راح على بيتها ليه؟ هي كده كده كانت هتعرف، هو مش الاعلان ده هيروح لفؤاد؟ واكيد مليار في المية هيتصل بيها ويقول لها انت ازاي رفعت علي قضيه؟ ده لو حصل وقتها هتلف حوالين نفسها عشان تعرف القضيه دي اترفعت ازاي. ما انا اسمي مكتوب ورقم التوكيل كمان مكتوب. التوكيل يا عم سليم 100%، انت خايف وقلقان من ايه؟ انا لا خايف ولا قلقان، انا بس شايف ان اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمه. ملوش اي لازمه بالنسبه لك؟ مش يمكن عايزه تكلمني وتقول لي خلي المحامي يتنازل عن القضيه وقتها لعبها واقول لها ماشي، او القضيه تحكم لصالحها وابقى عملت معاها الصح. عملت معاها الصح ولا انت ممضيها على توكيل عام في وسط الورق علشان تاخد بيه اي ورث او اي حاجه يكتبها لها ابوها؟ احبك وانت قريبي. جايز بقول لك ايه يا طارق بيه، ما تسيبك من البت دي وركز مع عمك. وانا مركز في حياتي دي كلها غير مع عمي؟ اصبر، قريب هتسمع اخبار حلوه عنه.